أقدم مجهولون عند الثالثة من بعد ظهر الثلاثاء على خطف رجل الأعمال نجيب يوسف مواليد 1947 فيما كان متوجها بسيارته رباعية الدفع من نوع كاديلاك من منزله في برج الشمال إلى أرض زراعية يملكها في محلة أبو أسود، فاعترضته سيارة في داخلها مسلحين واقتادوه إلى جهة مجهولة تاركين السيارة في المكان. وفي المساء اتصل الخاطفون من رقم تيليكارت رمزه 01 بنجله مطالبين بفدية مالية قيمتها 3 ملايين دولار لإطلاقه. هذا في وقت لا يزال مصير المواطن نزيه نصري نصار 50 عاما مجهولا بعدما كان اختطف الجمعة الفائت على طريق تربل الفرزل في قضاء زحلي، وكان أهله قد تلقوا اتصالا من الخاطفين يطالبون فيه بمليوني دولار مقابل إطلاقه.